10 ضبطوا 5 عبوات ناسفة معدل التفجير في جرود القاع. في خطاب استراتيجية الأمن القومي، القادة الأمريكيين في الماضي عقدوا اتفاق ضعيف جدا مع إيران وسمحوا لداعش بأن تسيطر على أراضي واسعة وشاسعة في الشرق الأوسط. قاتل ريبيكا سائق تاكسي لشركة افتراضية. فيما يعود لنا ما بنعرف لا صاحبها ما بنعرف، قلت لك حتى هيكليتها القانونية يعني نظامها القانوني شو هو ما بنعرفه. مارسيل مطلوب والظاهر ضد القوات. رفض يعمل محضر الأمر، رفض يحضرني باعتبار ما لي أمسه ما لي حق أمسه الموكل خلافا للقانون. ورسائل ميلادية بين معراب والروشة. العلاقة القوات والتيار كيف؟ عمليا بالاخر بدنا نقعد ونحكي. حسين العيد كله بحث ورمي. صباح الخير. فرع المعلومات بات مصيدة للجنات، فبسرعة لم يقلب على ليلها نهار تمكن جهاز رصده من توقيف قاتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، وهو سائق تاكسي لدى تطبيق أوبر، الشركة التي وضعت على محك السلامة العامة والخارجة على ما يبدو عن النظم القانونية التي ترعى هذا القطاع. وإذا كان لأوبر مسارها غير المنتظم، فإن للقاتل متعقبين جاءوا به من مخبئه وأردوه موقوفا في جهد استثنائي للفرع ورئيسه العميد خالد حمود وريث شعلة استقصائية أطلقها الشهيد وسام الحسن. كلام الأمن مستتب، لكن كلام الناس أصبح على قوس المحاكمة وبات وجها لوجه في تحد مشترك بين القضاء ومارسيل غانم، حيث رفع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور الأزمة إلى مستوى إصدار مذكرة إحضار لمقدم برنامج كلام الناس، وهو ما عده محاميه النائب بطرس حرب مخالفة قانونية فادحة. لم ترفض جهة مهما على مقامها أفرادا ومؤسسات المثولة أمام القضاء للسؤال أو الشهادة أو حتى كمتهمين، وهو حق الدولة الذي لا ينازعها فيه أحد. لكن في حالة غانم اتخذت القضية شكل المبارزة وإصدار الأحكام قبل الاتهام والتعامل بأسلوب ورقة الإحضار أو الجلب التي يساق بموجبها المجرمون أو الفارون من وجه العدالة. للقاضي حريته في الاستدعاء ورفض الدفوع أو قبولها، لكنه في جلسة غانم رفض كذلك الاستماع أو طلب حضور مدير إخبار الـLBC جان فغالي الذي كان خارج القاعة، ما يعني أن القضاء تحول إلى قضاء عجلة لإحضار مارسيل وليس ما يعادله من مديرين أو زملاء. وعليه سطر له جلسة صودف تزامنها مع حلقة كلام الناس في أول خميس من العام المقبل. وبموجبه فإن مارسيل غانم الذي كان موعودا ببحصة ستبق من الرئيس سعد الحريري عبر برنامجه الأسبوعي بات في مواجهة هلا بالخميس التي ما إن رددها رئيس الحكومة حتى انقطعت أخباره في السعودية. اليوم يضع القضاء الإعلام أمام خيار الانتماء إلى حرياته، لكنه يؤكد في المقابل وجوده تحت ميزان العدالة والذي لن يخالفها مارسيل ومؤسسته. وبحكم الانتماء فإن الدعوة موجهة إلى مؤتمر صحفي اليوم يعقده وكيل الدفاع بطرس حرب. لا فيتو على القضاء، لكن هناك تصويتا للحريات، وليس على قاعدة الفيتو الأمريكي الذي رفعته الولايات المتحدة مساء أمس في جلسة مجلس الأمن ضد مشروع قرار القدس. وقبل الدخول في التفاصيل المحلية والدولية نشير إلى خبر أمني ورد ليلا، حيث صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان جاء فيه إنه بنتيجة مواصلة عمليات البحث والتفتيش ضبطت قوى الجيش في محلة وادي رافق بجرود القاع 5 عبوات ناسفة معدل التفجير، زنة الواحدة منها حوالي 15 كيلوغراما وجميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وقد عملت قوة من فوج الهندسة على تفجيرها في مكانها.
إلى بيروت تصل اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغيريني، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الزيارة الثانية هذه السنة للممثلة العليا للبنان تؤكد متانة الشراكة معه وعراقتها وتبرز الدعم المستمر لأمن البلاد واستقرارها وازدهارها. وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان في مواجهة التحديات المستقبلية وسيبقى ملتزما وحدته وسيادته وسلامة أراضيه. قاتل الدبلوماسية البريطانية يعترف بجريمته وأفراد من عائلة المغدورة يصلون إلى لبنان. الرواية الكاملة في هذا التقرير. في أقل من يومين استطاعت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على قاتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، وهو سائق تاكسي لبناني الجنسية ويدعى طارق ويعمل في شركة أوبر، والشركة عبارة عن تطبيق لخدمة النقل أونلاين. وفي المعلومات التي حصلت عليها الجديد عن تفاصيل القبض على السائق أن شعبة المعلومات قامت برصد تقني شامل ودقيق وتتبعت نحو 1000 كاميرا. وبعد يوم واحد فقط على الجريمة التي وقعت ليلة السبت حددت مكان السائق في وقت زمني قياسي وقبض على الجاني مختبئا في موقف في حي شعبي في منطقة الأشرفية. أما فيما يتعلق بتطبيق أوبر وما شاع بمساعدته للوصول إلى الجاني، فيؤكد مصدر أمني للجديد أن هذا التطبيق يوظف أونلاين من دون التأكد من خلفية السائق وكامل المعلومات عنه، وقوى الأمن الداخلي تتتبع في تعقبها تقنيات عالية. أما في تفاصيل التحقيق مع المتهم، فأكد مصدر أمني مطلع للجديد أنه اعترف بكامل القصة لحظة القبض عليه والتحقيق معه. هو أربعيني، أوقف بين عامي 2015 و2017 في جرم تعاطي المخدرات. أما في قضية القتل، الدافع جنسي بامتياز، وبحسب اعترافاته فإن الجريمة تنقسم إلى شقين: اغتصاب ومن ثم القتل خنقا. بعدما قام المتهم باغتصاب الضحية في أثناء صعودها معه في التاكسي لم يكتفي بذلك، فبعدما اكتشف جنسيتها وأنها تعمل في السفارة البريطانية خاف من تداعيات جريمة الاغتصاب وما سيحل به، قام بقتلها لإخفائه كل المعالم. السفارة البريطانية باتت على علم بجميع التفاصيل، وعائلة الضحية تصل تباعا إلى لبنان لتسلم جثة ابنتها. قضية قتل الضحية البريطانية بعد اغتصابها تفتح ملفا غاية في الحساسية، هو التساهل في قضايا الاغتصاب والعقوبات التي تقع على الجاني إذا كانت الضحية لبنانية. اليوم الضحية ريبيكا دايكس وسبقتها عشرات النساء. يمنى فواز، قناة الجديد. منفذ جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية سائق تاكسي في شركة أوبر ونقابة أصحاب شركات التاكسي ترفع الصوت. بعد القبض على مرتكب جريمة الفتاة البريطانية ورميها عند طريق نهر الموت، تبين أن القاتل هو سائق أجرة يعمل مع شركة أوبر. أوبر هي شركة تقدم خدمة التوصيل وطلب سيارة تاكسي عبر تطبيق خاص على الإنترنت، لكن هذه الشركة مخالفة للقانون ولا تتبع لنظام المديرية العامة للنقل البري. نحن كمديرية عامة للنقل البري والبحري بوزارة الأشغال العامة والمسؤولين عن تنظيم مهنة قطاع النقل العام للركاب، وصدر قرار بسنة 2009 لتنظيم هالعمل هيدا، وكان الهدف منه عدة أمور. أول شيء اللي هو ترخيص لكل المركبات اللي هي بتحمل لوحات عمومية اللي هي اللوحات الحمراء، سواء مركبات صغيرة يعني تاكسي سيرفيس أو ميني باص أو باص. أوبر كل اللي بنعرفه عنهم أساساً ما أجل عنا على الإدارة، كل اللي بنعرفه عنهم أنه عم بيشغلوا مركبات اللي هي مركبات خصوصية بموجب القانون، يمنع منعاً باتاً تشغيل مركبات. يعني لما بنحكي مركبات سواء عم نحكي بسيارة صغيرة أو عم نحكي بميني باص أو عم نحكي حتى بباص، إذا كانت نمرته خصوصية يمنع منعا باتا تشغيله بالإجرة. ولا يقدروا يشغلوا نمر عمومي كمان يكونوا مسجلين عندكم واخدين ترخيص. 100%. هذا الكتاب رفعته المديرية العامة للنقل البري إلى وزير الداخلية تطلب فيه توقيف هذه الشركة عن العمل، لكن من دون جدوى. بعثنا لوزارة الداخلية والبلديات لا حتى من قديش هذا الحكي؟ بال 2015. بال 2015 بعثنا لوزارة الداخلية انه نحن عرفنا عن هذه الشركة انها عم تشتغل وشغلها خلافا للقانون. اضافة الى احالة وزير الاشغال العامة والنقل،
قرارا قضائيا صدر بإقفال الشركة لكنه لم ينفذ. من سنة تقريبا تاخذ قرار بتوقيف خدمة أوبر بلبنان من قبل النيابة العامة بجبل لبنان. ما بنعرف التطبيق كيف بعده عم يشتغل اليوم. نحن بنحذر الليلة جميع المواطنين باستخدام تطبيق أوبر وكريم. هالتطبيقات غير مطابقين للأمان بلبنان، مكاتبهم فاضية، أرقام تليفونات منا موجودة عندهم، ما فينا نتواصل مع حدا منهم، وعلى الدولة تاخذ قرار بشكل سريع بتوقيف الخدمة فورا. منذ نحو سنتين تعمل الشركة من دون ترخيص ولم تتحرك الجهات المعنية لإيقافها. وزير الداخلية تحدث عن إنجاز للقوى الأمنية في توقيف الفاعل، وأمام المعنيين مسؤولية أكبر في توقيف هذه الشركة ومشغليها وغيرها من المخالفات. هادي الأمين، قناة الجديد. في عكار أقدم المدعو خاء عين ألف من بلدة بيت يونس على إطلاق النار على زوجته زينب ميم باء ووالدتها فاطمة ألف حاء من بلدة مشمش عكار، وذلك بسبب خلافات عائلية، وقد تم نقلهما إلى مستشفى الحبتور حيث توفيت الوالدة في حين تخضع الزوجة للمعالجة وحالتها خطيرة. ولاحقا أعلنت استخبارات الجيش اللبناني عن توقيف الجاني. الجديد، تتسلق صخرة الروشة، الدفاع المدني يضيئها، والمشنوق لا علم له برواية البحصة. ثمة أمر ما في محيط صخرة الروشة. عناصر الدفاع المدني على أهبة استعداد، وتحديدا وحدة الإنقاذ البحري، فما الحكاية؟ المشهد الذي يوحي إلى معظم المارة بأن هناك خطراً ما هو إلا تجهيزات مكثفة لإضاءة شجرة ميلاد قامت وحدات الإنقاذ البحري بتجهيزها ونقلها إلى أعلى نقطة من صخرة الروشة التي تزن أكثر من طن. كان عندنا ناس اشتغلوا من البحر، ناس اشتغلوا بالبر، وكمان القوات الجوية ساعدونا بالجيش اللبناني، مشكورين، لحتى نقلنا الشجرة من مطرح ما عملناها لثبتناها فوق. جهد كبير عمل الحقيقة، يعني أكثر من 18 يوم اشتغلوا فيهم الشباب. عندك حوالي 40 عنصر ساهموا بكل هالحدث. في جهد كبير انحط نتيجة كل يوم كانوا بدهم يطلعوا على الصخرة مثل ما شايفه، والطلعة منا سهلة مثل ما منتبهها. المشوار الصعب والتسلق الوعر اختار فريق الجديد سلوكهما وصولا إلى القمة، حيث الاستعدادات واللمسات الأخيرة لشجرة الميلاد. كل شيء بات جاهزا، وضيئت الشجرة، بابا نويل ظهر علنا، بدأت الألعاب النارية، وحضر وزير الداخلية والبلديات دعما لجهود الدفاع المدني. اليوم العلاقة القوات والتيار كيف؟ عمليا بالاخر بدنا نقعد ونحكي، يعني ما في خيار تاني. طيب وفي بحصه ما عم ببقى الرئيس الحريري، ليش؟ شو هي؟ مين وقفه؟ انت بتعرف اقرب المقربين له. لا لا انا ما بتابع هذا الموضوع. سليل له. طيب امنيا كيف الوضع اليوم؟ وضع ممتاز، وفعلا المعلومات قاموا يعني بسرعه قياسيه، ب 24 ساعه كشفوا الجريمه الدبلوماسيه البريطانيه واعتقلوا الشخص اللي ارتكبها، وبين انه جريمه شخصيه ما لها علاقه بالسياسه، وهذا انجاز كبير للحياه. والانتخابات موعدها ما في غير الموعد ابدا. بحصه لم تبق، ربما بتعليمات ما، عسى الا تكبر وتتحول الى صخره بهذا الحجم. ليال سعد، قناه الجديد. ريسيتال معراب من ترانيم العيد الى البحص والرمل. بات الريسيتال الميلادي تقليدا سنويا في معراب، إذ تحيي القوات اللبنانية عيد الميلاد كل عام بترنيمات جوقة الأطفال من المدرسة الأنطونية للموسيقى. فما الذي حمله العيد هذا العام؟ شو بتختلف عن هذا السنة القبلة غير أنه الجديد موجود اليوم بالمعراب؟ الجديد موجود بالمعراب. السنة العيد كله بحث ورمل، وهذا المميزة بس ينعاد على كل اللبناني، وإن شاء الله عن جد أعياد مجيدة بالرغم من الأوضاع هيك يلي منا كتير مثل ما بنتمنى اللي عم يمرق فيها البلد، بس بالأمل والرجاء كله بصير إذا الله راد. السنة يعني بتتميز عن غيرها إنه بنتعلم من الأخطاء اللي صارت بالريسيتال القبل، وبنستفيد منها لنحسن الأداء، يعني
مثل ما بنشتغل بالسياسة بنشتغل بالموسيقى وبالفن وبالأدب. هالسنة أول شيء مسابقة عم نحتفل بعيد الميلاد بريسيتال، عم نحتفل بطبق السنة تماما ب 18 شهر على إعلان تشكيل الحكومة، فعيد إن شاء الله مميز. حتى خصوم السياسة حضروا إلى معقل القوات للاحتفال بميلاد السيد المسيح. احنا سياسة هي سياسة الظروف، ولكن المصالحة اللي تمت هيدي دايمة، بالتالي نحن بعيد الميلاد اليوم وأكيد بدنا نلتقى، وهذه زيارة طبيعية طبعا أنا ممثل رئيس الحزب والحزب. لكن أجواء الميلاد لم تخلو من السياسة. مين الرجل السياسي اللي دكتور سامي الجعجع هيك حابب يقول له شيء بمناسبة عيد الميلاد؟ حابب كلمة بمناسبة عيد الميلاد في كتار حدا براسه وراسك شو بتحب؟ راسك ما 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 كل بقدر احزر يعني. لا بدي اتمنى عن جد للكل اعياد مجيده، احوال جيده بين اليوم بين صالح. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. اجواء الميلاد حلت بردا وسلاما، لكنها لم تخلو من الرسائل السياسيه. الزميل غانم لم يحضر جلسة الاستدعاء، وقاضي التحقيق في جبل لبنان أولى منصور يرفض تسلم الدفوع الشكلية من موكله النائب بطرس حرب. كما كان منتظرا لم يحضر الإعلامي مارسيل غانم إلى جلسة استجوابه، واكتفى وكيله النائب بطرس حرب بالتوجه لتقديم الدفوع الشكلية، على أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور رفض تسلم الدفوع الشكلية، وهو ما عده حرب مخالفة قانونية فادحة. تفاجأنا بموقف قاضي التحقيق الأول برفض الأمر، وأنه لازم يجي مارسيل غانم شخصيا لاستجوابه. كل قضاة التحقيق بلبنان تاريخي القانوني الكبير مش صغير ولا مرة شد شيء، لأنه عم ترتكب خطأ وبنصحك بترتكبه، مسك بموقفه، رفض ياخذ مذكرة الدفع الشكلية، رفض يعمل محضر بالأمر، رفض يحضرني باعتبار مالي أمسه مالي حق أمسه اللي هي موكل وإلى خلافا للقانون. لم تمضي بضع ساعات على رفض تسلم الدفوع حتى أصدر منصور مذكرة إحضار قضائية بحق الإعلامي، وهي خطوة تنذر بتصعيد قضائي بقرار سياسي. تفاجأنا بصدور مذكرة الإحضار استرداد للمادة 106 اللي هي بتصدر بحالتين، بحال تمنع عن الحضور المدعى عليه دون عزل مشروع، ما علم هو ما تمنى حضرت أنا مثلته بعزل مشروع تقدم الدفوع الشكلية أو خايف أنه يهرب، ومرسيل ما رح يهرب. يعني هي غريبة يلص، يعني وكأنه المقصود مش إحقاق العدالة بقدر ما أنه تطويع وترهيب مرسيل غانم ومن وكل الوسائل الإعلام، أنه كل واحد بده يفسح مجال أنه يقول كلام أو يورد على بمحطة تبعه كلام بعكس توجه السلطة. إحنا بدنا نهينه، مش بدنا نحقق العدلية أو العدالة، بدنا نهينه، بدنا نجيبه، بدنا بعت الدرك يجيبه موقوف تيطلعوا على رحلة. الحقيقة غريبة هي القصة. منذ إعلان رفض تسلم الدفوع الشكلية أشارت مصادر قضائية إلى أن السبب وراء ذلك هو مخالفة غانم ووكلائه للمادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد تمنعه عن الحضور إلى دائرة التحقيق في 4 الحالي بعد تبليغه. أول مرة كمان بتاريخ القضاء في مصادر قضائية بتطلع خبر، بفهم مصادر سياسية وإجمالا والمراكز السياسية بتقول أنا ما في شيء اسمه صادر، في أنا بقول أو لا، بس مصدر قضائي يكتب هيدي، وأكيد هذا الكتبة أما قاضي التحقيق زيته أو وزارة العدلية طلعت هذا، وزارة العدلية أباني السلطة بالوزارة يعني العدلية. وزير العدل ما بعرف الحقيقة، ما بعرف، ما بدي اتهم، ما بدي وجهت، بس أنا أنه اللي طلع أولا في مغالطات وفي كذب، هذا في تزوير الحقيقة. نحن المحامي طلع بالجلسة الأولى تيقول شو الدعوة على مرسيل غانم، مش تيقول أنا بدي استعمل تقدم، تيقول قرولنا شو الدعين على مرسيل غانم، شو متهمينه، تنشوف ناخد الموقف المناسب، مش تنقدم دفوع شكلي. يعقد النائب بطرس حرب مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتوضيح التطورات في قضية الزميل مرسيل غانم، مؤكدا أن ما يجري في هذه القضية هو سابقة في تاريخ العدالة اللبنانية. نزاع القوات اللبنانية والبي سي آي يصل إلى خواتيمه في ربيع العام المقبل، وبيير الظاهر يطالب بمواجهة جعجع. 10 مرت على الدعوى القضائية التي رفعتها القوات اللبنانية ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال في النزاع على ملكية المؤسسة واختلاس الأموال.
في الجلسة الختامية للمحاكمات برئاسة القاضية فاطمة جوني، اختار وكيل القوات اللبنانية النائب جورج عدوان المرافعة خطيا، فيما كرس موكل الـ بي سي آي أكثر من ساعة للمرافعة الشفهية، فكانت الرئيسة مستمعة ومتسائلة عن بعض النقاط نظرا لكونها قد استلمت الملف بعد التشكيلات القضائية الأخيرة. في نهاية الجلسة حددت جوني تاريخ صدور القرار النهائي في 31/3/2018 أو يتم إعادة فتح المحاكمة من جديد في ظل إلحاح وكيل الظاهر على الاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومواجهة الموكلين والشهود، كما طالب بضرورة تعيين لجنة خبراء عالمية للتدقيق بالأموال والحسابات. إجوا الشهود كلهم تبع دكتور جعجع كلهم، من المرحوم أنطوان شويري لجورج أنطون لإبراهيم الياسجي وإلى مهودي، كلهم بيقولوا لا في شيء صار سنة 92. طلبنا أنه خليني يتوجه أنا والدكتور جعجع، خليني يدخون هالمحكمة علنية وتجيب التلفزيونات وخليه يقعد بالقاعة وخليه يجاوبني. يعني هل القوات اللبنانية اليوم عم تتهرب من هيدا المواجهة؟ 100% عم تتهرب، مثل ما هلأ بقصة الاستقالة من الحكومة الحالية من شي 3 جماع، الدكتور جعجع هو اللي قال له للرئيس الحريري تأخرت كنت لازم تستقيل من زمان، شوي بعد جمعتين ابدا ما بده يستقيل وهو ابدا ما قال هالكلام هذا. بقى يجي يقول لي قدامي انا بعيني انه ايه سنه 92 ما صار هيك، على كل الاحوال يعني انه وقت بال 2006 كنت احكي هالكلام عن الدكتور جعجع وطريقته بالشغل كان في كتير ناس يقولوا لي لا انت عم بتزيدها، اليوم قدام العالم كله سوا بتصريح منقول تلفزيونيا. نحن مع دولة الحق ودولة القانون والدولة الفعلية اللي بتلتزم بكل الأصول تبع المحاكمات. في شيء صار بمحاكمتي أنا غريب عجيب، حدا بيجيب مدعي بيعملوا شاهد منشان يحرم المدعي عليه يكون هو حاضر، طيب حدا بيشوف في شهود عم بيقولوا نعم صار في عملية سنة 92، شي سماها تنازل صوري شي سماها لا تنازل فعلي. دكتور جعجع بيقول ما معي خبر، وبيناتهم الأستاذ أطوان شويري المرحوم أطوان شويري بيقول يا عمي هالاتفاق صار قدامه بمكتبه. اليوم ببعبدة كمان كان في قضية الإعلامة مارسيل غان الصدف. طب اليوم كمان رفض القاضي هيدا لأنه اعتبر أنه غير قانوني عدم حضوره، شو رح يكون فيني معلق؟ 5 سنوات مرت على آخر استجواب أو استماع لشهود في قضية تنقلت بين أكثر من 62 قاضيا، ملف سياسي أكثر مما هو قضائي متوقف على استدعاء القضاء لشاهد واحد، فهل يستدعى إلى المواجهة؟ ليال سعد، قناة الجديد. في الشأن الدولي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه خلال 11 شهرا تم إنجاز وضع استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، وخلال الإعلان عن هذه الاستراتيجية قال إنه يحمل رسالة أمريكا أولا في كل مكان ذهب إليه في العالم، وإن السياسيين عقدوا اتفاقيات سيئة أدت إلى خسارة آلاف الوظائف. ورأى ترامب أن روسيا والصين تهددان مصالح أمريكا وتحاولان تغيير الموازين في العالم، لكن أمريكا ستدافع عن مصالحها الحيوية. القادة الأمريكيون السابقون عقدوا اتفاقا ضعيفا مع إيران، والسياسات الأمريكية السابقة سمحت لتنظيم داعش الإرهابي بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وعلى مناطق واسعة في الشرق الأوسط، وفرضوا علينا سياسة هجرة لم يوافق عليها الشعب الأمريكي، ونحن مستعدون لخوض قتال من أجل حلفائنا. العالم يرى اليوم أن أمريكا تعود بقوة إلى الساحة من أجل تعزيز موقعها في العالم. علينا أن نساعد حلف الناتو من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء والبلدان الثرية. يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها. فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لدعم الإرهاب وامتنعت عن المصادقة على الاتفاق النووي. كما أننا أوضحنا لباكستان أننا نود أن نرى عملا حاسما ضد المنظمات الإرهابية التي تعمل هناك. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل، بلدية عوكر ترتدي الكوفية الفلسطينية. أهلا
بكم من جديد. رئيس الجمهورية استقبل الممثلة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة منتقدا الاستعدادات الإسرائيلية لبناء جدار فاصل على الخط الأزرق. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن لبنان متمسك بقرارات الأمم المتحدة ويشدد باستمرار على تطبيقها، وفي مقدمها القرار رقم 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحتى الآن سجل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار. وخلال استقباله الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردر، رأى عون أن لبنان كان دائما في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل، وذلك عملا بميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن لجوءها مؤخرا إلى تحضير البنى التحتية من أجل بناء جدار فاصل في القطاعين الشرقي والغربي على الخط الأزرق، علما أن لبنان يعتبر أن هذا الخط لا يتطابق وخط الحدود الدولية. وفي مسألة القدس المحتلة كرر رئيس عون أن للقدس وضعا دوليا خاصا وفق قرارات الأمم المتحدة، في حين تسعى إسرائيل لإعلانها عاصمة لها، إضافة إلى استمرارها في توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية وحدها أن تلغي قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. أما في مسألة النازحين السوريين فقد كرر رئيس عون لكاردل ضرورة عودتهم الآمنة إلى سوريا، متمنيا أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا في هذا المجال. رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان عبر للرئيس عون عن تقديره لإدارته الأزمة التي نشأت إثر إعلان رئيس سعد الحريري استقالته، والمعالجة التي اعتمدها والتي جنبت البلاد مزالق كثيرة، إضافة إلى مواقفه حيال المستجدات المرتبطة بقضية القدس. توقيع الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري لمرسوم منح أقدامية لعدد من ضباط دورة عام 94 من غير توقيع وزير المال لها سوابق في عهود مضت. إثر توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمرسوم منح أقدمية لعدد من ضباط الجيش الذين تخرجوا في دورة عام 1994 إنصافا لهم لأنهم كانوا هدفا لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية أفقدتهم الكثير من حقوقهم المعنوية والمادية على حد سواء، أبدت مصادر مطلعة استغرابها في الحملة المبرمجة لأنها تجاهلت وقائع كثيرة وأضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل، واعتبرت أن ذلك يشكل سابقة، في حين أنه سبق أن صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب أعباء مالية عليها. ومثال ذلك المرسوم رقم 6533 عام 95 والمرسوم رقم 13816 عام 2004 والمرسوم رقم 1210 عام 2009 والمرسوم رقم 5383 عام 2010 والمراسيم 1755 و1761 و1762 عام 2017. كذلك صدرت في عهود سابقة مراسيم مماثلة لم يوقعها وزير المال، منها مرسوم رقم 6537 عام 67 في عهد الرئيس شارل حلو، والمرسوم 1389 عام 83 في عهد الرئيس أمين الجميل. وأكدت المصادر أن توقيع وزير المال ليس شرطا للترقية، لأنه قد تحصل تطورات تسقط حق الذين منحوا قدما من الاستفادة منها. وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وأبعادها، خصوصا أنه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح أقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال. وعن القول إن خللا طائفيا سيحدث لمصلحة الضباط المسيحيين، أشارت المصادر إلى أنه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما أن الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، وآخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء إلى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و60 ضابطا مسلما. ولفتت المصادر إلى أن التذرع بأن عدد العمداء المسيحيين سيصبح أكثر من عدد العمداء المسلمين لا يأتلف مع الواقع، بدليل أن باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد، وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية معنية بإحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لأي سبب كان.
التيار الوطني الحر يرد على أزمة المنسحبين في جبل محسن. بعد انتشار فيديو يظهر استقالة أكثر من 550 منتسبا إلى التيار الوطني الحر من جبل محسن، مبررين موقفهم بأن رئيس التيار الوزير جبران باسيل لم يفي بوعده تأمين وظائف لهم، جاء نفي التيار على لسان رئيسه في جبل محسن بوجوب العمل على المشاريع العامة للمناطق وليس للمصالح الفردية. التيار الوطني الحر في تسهيل بالدخول إليه وسهولة بالخروج منه، لأنه هيدي حرية الفرد. أما البطاقات الحزبية اللي قالوا الشباب إنه فلين، نحن أصلاً الفوت إلى التيار الوطني الحر هي فوت فردية، الإنسان بيفوت كفرد إلى التيار الوطني الحر، لما بيخرج إذا خرج، نحن بعد ما استلمنا البطاقات الحزبية في آليات لاستلام البطاقات الحزبية، أكيد مش على التلفزيونات. أما الخروج بمجموعات إذا صدرت مجموعات بده يبين مع الوقت إنه في شيء وراها أو منظم كان من الدخول من أجل الخروج. بكرة مع الوقت نحن بتبين قدامنا إذا كانت واستلمنا البطاقات وتبين أنه اللي نحكى هو صحيح. بالشق السياسي نحن جماعة التيار الوطني الحر حضوره وانتشاره بكل الأراضي اللبنانية، ونحن مش على علمنا أنه أي حزب بلبنان انتشاره مفروض يأخذ فيه إذن أو طلب من حدا. نحن منأكد أنه التيار الوطني الحر ولا مرة بتاريخ التيار الوطني الحر سعى إلى الخدمة الخاصة. نسعى دائما إلى الخدمة العامة يلي هي بتخلق فرص عمل، يلي هي بتسمح بأنه الإنسان يكون عنده شغل بمنطقته وإنماء بمنطقته، بيقدر يشتغل من خلال المشاريع الكبرى اللي بتأمنها الدولة. برهنا نحن من خلال وزاراتنا ولا مرة سعينا أنه الكهرباء تكون بس للتيار الوطني الحر. وأكد التيار أن الحضور في افتتاح مكتب جبل محسن هم من مناصري التيار الوطني الحر، وهو تيار لا يستخدم مآسي الناس لأهداف انتخابية أو سياسية. لجنة الطاقة التأمت في السرايا الحكومية، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل يكشف عن إيجابية وعن نية لحل مشكلة الكهرباء، ووزير المال يؤكد أن الموازنة بعد رأس السنة. بعد إقرار مراسيم النفط، رأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعا للجنة الطاقة، أكد فيه وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن مجلس الوزراء يسعى منذ عام 2010 إلى توفير الكهرباء للبنانيين وبأرخص الأسعار وبطريقة شفافة، مشيرا إلى أن هذا ما سنستمر في عمله من أجل الوصول إلى توفير الكهرباء. أنا اليوم كوزير طاقة عم حط خارطة الطريق لهالموضوع هيدا إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله منجتمع نهار الأربعاء كلجنة وزارية منبحث بخارطة الطريق هيدي ومناخد التوجه كيف بدنا نروح لقدام بهالموضوع هذا. في إيجابية من قبل القوى السياسية اللي كانت ممثلة اليوم باللجنة الوزارية، أنا شفت إيجابية كبيرة وفي نية للسير بحل مشكلة الكهرباء. بتأمل هيدا الأمر يكون معمم على كل مجلس الوزراء حتى نقدر نعمل إنجاز بهالموضوع كمان. الرئيس الحريري التقى وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحث معهما شؤونا مالية واقتصادية. وعقب اللقاء كشف خليل أن الموازنة ستطرح على جدول الأعمال في أول جلسة مباشرة بعد رأس السنة، مؤكدا أنه في سياق الإعداد للموازنة، وأن البحث يجري في سبل خفض نسبة العجز المرتفعة في موازنة 2018 وإيجاد حلول مع البنك المركزي. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردل أكدت للحريري نيتها التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ولبنان، مؤكدة أنها ستواصل بحث المواضيع الدقيقة ومنها الأمن والسلام والاستقرار والنمو الاقتصادي. هذا والتقى الحريري وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الجولف اللبناني برئاسة رئيس النادي رياض مكاوي، وتناول البحث نشاطات النادي. بلدية عوكر تستقبل وفدا فلسطينيا. بعد تظاهرة دعم للقدس ورفضا للقرار الأمريكي وما تخللها من أعمال شغب في ساحة عوكر أمام مبنى السفارة الأمريكية، أبى الفلسطينيون من مخيمات الشمال إلا أن يزوروا مبنى بلدية عوكر وطبية وذوك الخراب وحارة البلانة، ويلتقوا رئيس بلديتها قبلان الأشقر بحضور ضباط من قوات الأمن الداخلي التي كانت مولجة حماية التظاهرة. قررنا نيجي عند البلدية اللي بنعتبرها توأم لشعبنا الفلسطيني
لنعتذر عما حصل من شغب هو لا يمثل الطيف الفلسطيني، وكان المستهدف هو رفع الصوت وإيصال رسالة إلى السفارة الأمريكية وعبرها إلى الرئيس الأمريكي. بعض الأصوات النشاز اللي طلعت إنه تحرير فلسطين أو تحرير القدس يمر عبر عوكر، لا، إحنا بنقول إن تحرير فلسطين وتحرير القدس يمر عبر مدافع المناضلين وبنادق المناضلين. من هنا نقول للجميع من يحاول أن يتصيد في الماء العكر يخرج من هاي اللعبة. الذي حدث كما تفضل الحاج باسم الفصائل الفلسطينية هي غمامة صيف، وحضورنا بين أهلنا وإخواننا في المنطقة يؤكد أن ما وقع لم يكن مقصود وأنه وقع بعض الأخطاء. نحن والشعب الفلسطيني نحن شعب واحد، والقدس كما تعني الشعب الفلسطيني تعني اللبنانيين. بعد الأجواء الإيجابية والاعتذار ألبس رئيس البلدية الكوفية الفلسطينية ليتحدث بعدها ناقضا كل محاولات تشويه التظاهرة ونشر الشائعات. بعد اعتبر أنه يلي صار كان فيه تعدى على بعض الرموز المسيحية وبعض التعدى على أنك عم شو بتقول؟ بابا كله حكي، ما صار شيء من على شيء أبدا على الإطلاق، ما صار شيء أبدا، لا جيبوا سيرة إنسان ولا تهجموا على إنسان، كله هايدي أخبار دس لا يخلقوا مشكلة بين الشعبين، يلي نحنا لينا في سبيل قضية واحدة هي قضية القدس. ولم ينسى الفلسطينيون الاعتذار إلى القوات الأمنية أيضا. ما بفوتنا أن نحيي الموقف القوى الأمنية على الصدر الرحب اللي تحملته والمعاناة اللي تحملتها ومحافظتها على سير المظاهرة وحفظ الأمن في المنطقة، فنتوجه بالتحية لجميع القوى الأمنية ونتمنى الشفاء العاجل لكل أي شخص من القوى الأمنية أصيب. بعد هذه المبادرة الفلسطينية باتجاه بلدية عوكر والقوى الأمنية، قطعت محاولة التأجيج بين الشارعين اللبناني والفلسطيني، فلا الفلسطينيون يرغبون في أي تشويه آخر لهم ولقضيتهم، ولا سكان المنطقة يتمنون تحريك الجمر تحت النار، فالبوسطة واضحة باتجاه الأراضي المحتلة والقدس السليبة. رشا الكرم، قناة الجديد. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. في خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر الوطني الخاص بمنع التطرف العنيف، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اعتماد استراتيجية وطنية يشارك فيها المجتمع بكل مكوناته لمحاربة التطرف عبر التعليم، والأهم وضعها موضع التطبيق. تلاقي قوانين عندنا متروسة ضد العنف والتعنيف، ولكن فعليا إذا ننظر إلى المجتمع اللي نحن عايشين فيه بنلاقي أنه في كتير عنف في محلات، ونحن يجب أنه نحن نحاربها، وهذا الشيء ما بيصير إلا بالتعليم وبالثقافة. ممكن الواحد يحس حاله وطني بس يكون عم يعنف، ولكن المهم عندنا أنه نطبق ما نكتبه. هدفنا واحد، وحماية الأجيال، كل الأجيال العربية، وهي طريقنا لحماية مستقبل لبنان بالتحديد، والإسهام في الجهد العالمي لمنع التطرف العنيف من خلال التعليم ثم التعليم ثم التعليم. التغيير لا يأتي إلا بالتعليم، وفي هذه المحطة بالذات التي نحن بصددها العودة إلى القيم من خلال التعليم. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الاستمرار في إضراب المفتوح في المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية غير الخاضعة لقانون العمل، رفضا لمضمون المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة أخيرا وحرمتهم كثيرا من مكتسباتهم. فإن الاتحاد العمالي العام وبعد الاطلاع على التعميم ودراسته من الناحية القانونية يعتبر أن هذا التعميم قد خالف الدستور. الاستمرار بالإضراب المفتوح في كافة هذه المؤسسات وصولاً، هذا موقف مبدئي، إلى إعلان الإقفال التام لهذه المؤسسات. عاد الأساتذة المتمرنون في كلية التربية للاعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بشمولهم في سلسلة الرتب والرواتب. ولكننا الآن يا دولة الرئيس جئناك نحن 2169 أستاذا
متمرنا في كلية التربية لنعبر لك عن إحساسنا باليتم والظلم والحرمان والاستهتار بأبسط حقوقنا، ألا وهي العيش بكرامة وراحة بال. جئنا من كل لبنان، من الشمال، من البقاع، من الجنوب، من جبل لبنان، من بيروت إلى بيروت، حاملين همّا واحدا، ألا وهو إنصافنا وإعطاءنا حقوقنا وأسوة بزملائنا في التعليم الثانوي وكل الموظفين. دولة الرئيس، نطلب منك ونطالبك بإقرار حقنا في الدرجات الست التي أعطيت لكل المعلمين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي ومنعت عنا دون وجه حق. وقرر الأساتذة الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم، لا سيما بعدما تعذر على وفد منهم مقابلة رئيس الحكومة. لمناسبة عيد الميلاد المجيد، أحيا تلاميذة القسم الابتدائي في المعهد الأنطوني للمناسبة ريسيتال قدموا فيه الأغاني الميلادية، وحضر الاحتفال وفد من السفارة الفرنسية إضافة إلى الجسم الإداري والتربوي في المعهد وحشد من أهالي التلامذة. بعد الفاصل، فيتو أمريكي يسقط استعادة القدس. أهلا بكم من جديد. الولايات المتحدة تستخدم النقد الفيتو ضد مشروع عربي في مجلس الأمن يقضي برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس. شكرا. No abstentions. ما من امتناعات. نتيجة التصويت هي كالتالي: 14 صوت لصالح قرار، صوت ضد القرار. بالتالي مشروع القرار لم يعتمد بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائمين العضوية حق الفيتو. كما كان منتظرا، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو لرفض مشروع قرار عربي قدمته مصر بشأن القدس، وطرح في جلسة طارئة لمجلس الأمن، وقضى برفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد أكدت نية بلادها استخدام الفيتو في الجلسة. إنها المرة الأولى التي استخدم فيها الحق الأمريكي لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن. استخدام الفيتو ليس أمرا تقوم به الولايات المتحدة مرارا وتكرارا. لم نقم بذلك لأكثر من 6 سنوات، نقوم بذلك من دون أي فرح، ولكننا نقوم بذلك أيضا عند الحاجة من دون تردد. نحن نستخدم حقنا السيادي وبحسب دولنا في الشرق الأوسط، وهذا الدور ليس مدعاة للإحراج، ولكن يجب أن يكون مدعاة للإحراج بالنسبة لباقي الأعداء. نيكولاي مالدينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أكد بدوره عدم قانونية كل شكل من أشكال الاستيطان، لافتا إلى أن أعمال العنف ازدادت في القدس المحتلة بعد قرار ترامب بشأن القدس. زادت الحوادث الأمنية بعد القرار الأمريكي بشأن القدس، والقوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا في الأشهر الثلاثة الماضية، ولذلك التوصل إلى حل الدولتين يبقى بعيد المنال. إن وضع القدس يجب أن يبقى من قضايا الوضع النهائي، والأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل الدولتين، فتسوية القضية الفلسطينية يقطع الطريق على المتطرفين. وفي سياق الجلسة، أعلن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة رفض بلاده القرارات الأحادية الجانب بشأن القدس، في إشارة إلى اعتراف واشنطن بالمدينة المحتلة عاصمة للعدو الصهيوني، وأكد أن حل الدولتين هو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يذكر أن مشروع القرار تمحور حول رفض أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، معتبرا إياها غير قانونية وملغاة وباطلة.
في سيدني خرجت أكبر تظاهرة تشهدها أستراليا تضامنا مع القدس ورفضا لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ودعت إليها لجنة التضامن مع فلسطين في سيدني ومجموعة الفعل الفلسطيني، وشارك فيها أكثر من 7000 متظاهر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. التظاهرة انطلقت من أمام مبنى تاون هول مخترقة الشوارع وصولا إلى أمام القنصلية الأمريكية، وردد المشاركون هتافات فلسطين حرة حرة من البحر إلى النهر. وكان قبل انطلاق المسيرة قد تحدث عدد من الناشطين والسياسيين الأستراليين مؤكدين أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ورفضوا قرار ترامب المشؤوم. الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أنه لا يحق لفرنسا الغارقة بدماء السوريين الدعوة إلى مؤتمر سلام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد وجوب محادثة الأسد بعد سقوط داعش. وجه الرئيس السوري بشار الأسد انتقادات حادة إلى فرنسا التي اتهمها بدعم الإرهاب، معتبرا أنه لا يحق لها التحدث عن السلام في بلاده على خلفية مواقف عدة صدرت من باريس اتهمت دمشق بعرقلة جهود تسوية النزاع. معروف بأن فرنسا كانت هي رأس الحرب في دعم الإرهاب في سوريا منذ الأيام الأولى، ويدهم غارقة في الدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى بأنهم غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن. لذلك هم ليسوا في موقع أو موقف يقيم مؤتمرا يفترض بأنه مؤتمر للسلام. من يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنهم لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا، وكل تصريحاتهم بالنسبة لنا لا تعنينا وليس لها قيمة. في المقابل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيجري إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا بحلول منتصف شباط، مشيرا إلى وجوب التباحث بعد ذلك مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال ماكرون: لقد أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على داعش، وأعتقد أننا سنربح الحرب في سوريا بحلول منتصف شباط إلى نهايته. ولم يفت الرئيس أن يكرر ما قاله من قبل بخصوص الأسد، وهو ما يجعله يختلف عن مواقف الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند، فقد أشار إلى أنه لا مفر من الحوار مع الأسد لأنه سيكون هنا وحضوره عائد إلى من حموه من الذين ربحوا الحرب، سواء تعلق الأمر بإيران أو روسيا، ولا يمكن القول أننا لا نريد التحدث إليه أو إلى ممثليه. لكن موقف التفاوض مع الأسد لن يغير حقيقة أن الرئيس السوري متهم بارتكاب فظاعات ولا يفلت من شعبه ومن القانون الدولي. قبل ماكرون كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سحب وحدات عسكرية روسية من سوريا مع تأكيده أن هذا البلد تحرر كليا من داعش. فهل إعلان ماكرون قرب نهاية داعش في سوريا دعوة ضمنية للآخرين لسحب قواتهم من سوريا بمن فيهم الولايات المتحدة التي تملك قواعد عسكرية في شمال سوريا؟ 3 مقتنيات فنية لمحمد بن سلمان تساوي ربع موازنة فلسطين. في وقت أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تنفيذ حملة إصلاحات اجتماعية في المملكة كان ينفق بهدوء الملايين على المشتريات الفاخرة، وشملت هذه المقتنيات يختا بقيمة 500 مليون دولار ولوحة فنية بقيمة 450 مليون دولار وقصرا في فرنسا 300 مليون دولار، أي ما مجموعه 1.25 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي لجزر سليمان في جنوبي المحيط الهادئ، ويعادل المبلغ أيضا ربع ميزانية فلسطين 4.2 مليار، كما يعادل ميزانية دول عربية أخرى وهي جزر القمر 1.259 مليار. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ولي العهد السعودي اشترى سرا قصر لويس 14 الذي وصف بأنه المنزل الأغلى في العالم في مقابل أكثر من 300 مليون دولار، ويمتاز القصر بنافورته الذهبية وتماثيل الرخام، ويحتوي على 15,000 ورقة من الذهب. وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في وقت سابق أن ولي العهد السعودي هو المشتري الحقيقي للوحة سلفادور مندي أو مخلص العالم، أغلى لوحة في التاريخ بقيمة 450 مليون دولار عن طريق وسيط له وهو الأمير بدر آل سعود، وأنه اشترى أيضا اليخت سيرين ب 550 مليون دولار من يوري شيفلر ملياردير الفودكا الروسي في أثناء قضائه عطلة في جنوبي فرنسا، وأرسل مساعده وأنهى الصفقة في غضون ساعات. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة.
مرحبا. فيسبوك بلا وئام هاشتاغ مهضوم جدا أطلقوا برنامج الأسبوع في ساعة مع الإعلامي جورج صليبي لاستطلاع آراء الشعب يلي انحرم من متابعة الوزير السابق وئام وهاب على فيسبوك، وهالشي من بعد ما أعلن الوزير عن إغلاق فيسبوك لصفحته الرسمية. ليتصدر هاشتاغ الفيسبوك بلا وئام توب تريندينج هاشتاغز على تويتر مع التعليقات التالية. نادين قالت الفيسبوك بلا وئام مثل المظاهرات والمصائب والكوارث بلا رشيل كرم. تشبهوا باللي عم يحضر أرب آيدل بلا أحلام. إعلامية ميش دياء اعتبرته بيضيع لذة الخصام وبيفقد نكهة الكلام. نزار الحامد قال حرام والله حرام. أما ربيع المصري فاعتبر أنه الفيسبوك بلا وئام مثل الفيسبوك مع وئام، مين قاري؟ أيضا تصدر هاشتاغ اليوم العالمي للغة العربية توب تريندينج على التايم لاين، شارك من خلاله الناشطين تغريدات متعددة تراوحت بين الفخر بهاللغة وبين الأسف على الحال يلي وصلت له. ننتقل لخطط محاربة الأخبار الكاذبة يلي عم تتسابق عليها جميع المنصات وآخرها جوجل، يلي أصدر مؤخرا قانون جديد بيمنع أي موقع من نشر أي خبر في حال ما ذكر اسم البلد يلي عم ينشر منه بشكل واضح، بالإضافة لحذف أي خبر بيتم نشره من بلد وإنما بيستهدف بلد آخر مثل بعض المواقع الروسية يلي بتقدم أخبار لمستخدمين بأمريكا. وهالتغيير يلي عم تتبعه جوجل هو استجابة للتغيير يلي عم يصير على شبكة الإنترنت بشكل عام لمساعدة المستخدمين على تفادي أي خبر غير صحيح أو مسند. أما آخر أخبارنا فرح تكون مع فيسبوك يلي عم بتقوم بجملة خطوات لوقف الأشخاص والمنشورات المزعجة عند حدا، وآخر هالخطوات هي خطة لمحاربة بعض الأشخاص يلي بيجبروك على اتخاذ فعل معين عبر طلب مباشر للتصويت، مشاركة أو التفاعل مع شي هن حاطينه مثل طعم بيقدموه لزيادة تفاعلهم وظهورهم بنيوزفيد. فيسبوك وعدت أنها رح تكشف تلقائيا عن أي منشور بيتبع هالطريقة لتخلي فرص مشاهدته وظهوره أقل ما يمكن. أما الميزة الأخرى يلي عم تقوم فيها فيسبوك فهي لمساعدة المستخدمين على تأمين راحة نفسية لمدة شهر عبر إلغاء متابعة صفحة، مجموعة أو صديق ربما نشيط بنشر الأخبار الخاصة فيه لدرجة الإزعاج، ولكن بنفس الوقت ما بدكم تخسروا صداقته بالمرة. ولهالسبب فيسبوك رح تقدم خيار تحت اسم الغفوة أو سنوز يلي رح يكون موجود بأعلى مشاركات الأصدقاء. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا على صفحة ترينز على فيسبوك أو عبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أنت هاشتاك ترينز. وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية مع صحيفة الاتحاد. عون يقدم عرضاً والحريري يتبلغ تحذيراً. بري ارتكبوا جريمة بحق الجيش والميثاق. وبالانتقال الأسد فشل جنيف يعزز سوتشي. وننتقل إلى صحيفة النهار. إحضار إعلامي بالقوة، احذروا هذا الانزلاق. واشنطن تحمي قرار القدس بالفيتو، الفلسطينيون إلى الجمعية العمومية. استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، روسيا والصين تتحديان الولايات المتحدة. أما في عناوين صحيفة الأخبار، أزمة مرسوم دورة عون تتمدد، بري يحمل الحريري المسؤولية. الخلاف الدبلوماسي مع السعودية يتفاقم. اليمن 1000 يوم من العدوان. وبالانتقال إلى عناوين الأنوار، إضراب مفتوح يعطل خدمات المصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية. فيتو أمريكي يعطل قرارا بسحب إعلان ترامب حول القدس. إضاءة شجرة ميلادية فوق صخرة الروشة، واعتقال سائق تاكسي قتل الموظفة البريطانية. أما في الديار، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصهيوني يعلن القدس مركزا للديانة اليهودية. أكبر خيانة عربية وإسلامية ترتكبها السعودية وباتت مكة المكرمة في خطر. مجلس الأمن يسقط المشروع المصري العربي للتراجع عن قرار ترامب باستعمال واشنطن للفيتو. أما في المستقبل، القدس تلحق إهانة لا تنسى بالدبلوماسية الأمريكية. الحريري يواكب التحضيرات الفرنسية لمؤتمر دعم اقتصاد لبنان وإنجاز أمني جديد للمعلومات. باسيل عن التحالف مع فرنجية كل شيء وارد. وفي البناء، الصحافة الإسرائيلية بدأت تتحدث عن غياب استراتيجية في مواجهة وضع متفجر.
تأجيل زيارة بنس بعد الفيتو الأمريكي تفاديا للتصعيد في فلسطين ودول المنطقة. الحريري خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء في التحالفات والخصومات. أما في اللواء، ترقيات دورة عون تجدد الأزمة بين بعبدة وعين التيني. تطير مناقصة البواخر ومصير النفايات معلق بين خطة الوزير واقتراحات الإنماء والإعمار. عباس يواجه إعلان ترامب برزمة إجراءات ويلتقي خادم الحرمين. واشنطن تستخدم الفيتو في مجلس الأمن بوجه الإجماع العالمي. أما في البلد، هدية لبنان في الأعياد دعم أممي وخريطة نفطية. أما في الجمهورية، ترامب حقبة جديدة في الأمن القومي وصورة لترامب أثناء إعلانه استراتيجيته الوطنية في البيت الأبيض. أما في الحياة، فيتو أمريكي يتحدى 14 صوتا ويحبط مشروع القرار العربي للقدس. السليمانية تنتفض ضد الأحزاب الكردية. ماكرون لابد من حوار مع الأسد وعلى شعبه محاكمته بجرائم. استراتيجية ترامب للأمن القومي، توازن إقليمي إزاء إيران والصين. وفي الختام مع صحيفة الشرق الأوسط، القدس إلى الجمعية العامة بعد الفيتو الأمريكي، وفد روسي في سوريا لطلب المقابل، إدارة أوباما عرقلت التحقيقات في شبكة إجرامية لحزب الله، ترامب يوقظ التجاذب مع روسيا والصين. وكان في النشرة ضبط 5 عبوات ناسفة معدة للتفجير في جرود القاع. في خطاب استراتيجية الأمن القومي، القادة الأمريكيين في الماضي عقدوا اتفاق ضعيف جدا مع إيران وسمحوا لداعش بأن تسيطر على أراضي واسعة وشاسعة في الشرق الأوسط. قاتل ريبيكا سائق تاكسي لشركة افتراضية. فيما يعود لنا ما بنعرف لا صاحبها، ما بنعرف، قلت لك حتى هيكليتها القانونية، يعني نظامها القانوني شو هو ما بنعرفه. مارسيل مطلوب والظاهر ضد القوات. رفض يعمل محضر الأمر، رفض يحضرني باعتبار ملي أمسه، ملي حق أمسه الموكل خلافا للقانون. ورسائل ميلادية بين معراب والروشة. العلاقة القوات والتيار كيف؟ عمليا بالاخر بدنا نقعد ونحكي. حسين العيد كله بحث ورمي. النشرة انتهت. لمزيد من الاخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد اونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.